نطلب رئاسة الحكومة باش تنشر قراراتنا اللي احنا ملزومين بهم بالفصل 36 بالقانون لازمني ننشر القرارات يلزم الهيئة مش بركة القرارات حتى يعني الأوامر التأجير نتاع الملحقين مجبورين بالنص باش ننشروهم نبعثوهم ولا ما ينشروهمش القوائم الماليه نتاعنا نتاع مناول الوقت اللي كلكم انتقدونا اش بكم ما في الرائد الرسمي ما حبوش ينشروهم التلزينا باش ننشروهم في ليزانونس نوس كلاسي 9000 دينار على خاطر المصالح نتاع الوزاره رئاسه الحكومه المصالح نتاع القانون قالك لا احنا مش موافقينو القراراتكم هم مش موافقينهم خاطر هما قرأوا النص اللي هم موافقوا لنا على محتوى قراراتنا